انواع جراحات السمنه، انواع احنا قلنا اول حاجه ان انا بعيد نفس العمليه، العمليه دي ما اتعملتش من اول مظبوط ودي انسب عمليه للمريض. النوع الثاني من العمليات ان انا اعمل كونفرجن، ان انا احول العمليه من عمليه لعمليه. ان انا مثلا لو انا عامل تكميم معده او تدبيس طولي احولها اخليها مثلا ايه، تحويل مسار كلاسيكي، تحويل مسار مصغر، سادي اس، ايا كان نوع العمليه بحول العمليه دي لعمليه ثانيه. في برضو بعض العمليات اللي هي ما تكونش مناسبه للمريض، يعني اختيار للمريض من الاول ما كانش مختار عمليه مظبوطه، وبالتالي ان انا اختياري للعمليه الثانيه التصحيح ده لازم ابقى واقف كويس جدا وابقى حريص جدا ان انا اختار له عمليه مظبوطه في جراحات تصحيح، لان هو ده خلاص العيان اللي بيجي لك يعمل جراحات تصحيح هو نفسيا دريند، خلاص اصبح ان هو نفسيا متازم جدا. انا شفتهم دول بيبقى عندهم كلهم بلا استثناء خايفين صدمه. صدمه ازاي حصل حظه، يعني ما جاش، ما اتعملتش عمليه كويس او العمليه فشلت منه غصب عنه، وبالتالي بيبدا ان هو نفسيا سيكولوجيا مش قادر، كمان فاينانشال ماديا، لان هي الجراحات السمنه جراحات مكلفه جدا. اجتماعيا الاسره اللي حواليك، ده انت عملت عمليه وفشلت، فتبقى في عبء نفسي على المريض كبير جدا. ثالث حاجه ان انا ريفيرس، ان انا ارجع الوضع التشريحي لاساسه. في بعض الناس بتطلب ان انا رجع لي زي ما كنت، يعني مثلا حد عامل فراشه مثلا و24 ساعه حموضه وترجيع وسوء تغذيه، عاوز يرجع للوضع التشريح، او ان هو مش قادر يكمل على الفيتامينز من الاول، هو يعني اجتماعيا او ماديا مش قادر ان هو يكمل على الفيتامينز ونزل في الوزن، او اي ظروف اجتماعيه بتحصل او اي ظروف سوء تغذيه، يقول لك انا عاوز ارجع زي ما كنت. يبقى انا عندي في جراحات السمنه ان انا اعيد نفس العمليه، او ان انا احول العمليه لعمليه ثانيه لو كان في اختيار خاطئ للعمليه او هي مش مناسبه للمريض ده، او ان انا ارجع للوضع التشريحي الاساسي في قبل جراحات السمنه.